تأملنا بنعمة المسيح في هذه الفرصة له هذا العنوان: آلام المسيح فينا. وهذا الجزء مقطوع من آية 5 من أصحاح 1 من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، كورنثوس الأولى أصحاح 1 وعدد 5. نقرأ العدد كله: لأنه كما تكثر مع بعض، نرى بعض، لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا. إيه آلام المسيح فينا دي؟ وبعدين الغريب إن الكلمة فينا في أصلها اليوناني بتعني ممكن فينا أو لأجلنا، والاثنين مش معنى واحد، الاثنين معنى إيه؟ آلام المسيح فينا يعني جوايا، آلام المسيح لأجلي يعني لخيري، دي غير دي، الاثنين يحويه الأصل اليوناني. فإحنا بنعمة الرب ربنا يقوينا ونقدر نحاول نفهم حسب ما ربنا يرشد. اللي بيساعدنا في هذا الفهم الحقيقة الشواهد اللي احنا قريناها بتوضح الموضوع قوي. فاحنا بدينا وقرينا متى 25. متى 25 ده مثل قاله المسيح، بدون مثل لم يكن يكلمهم، وقال انه في ذلك اليوم يكون الجداء أو الغنم والجداء جالسين حول المسيح، ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحين يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فأقام الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مبارك أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فآويتموني. طب إيه هي آلام المسيح فينا؟ آلام المسيح فينا أنه يؤمر المسيح بجوع إنسان، في جوع قال بولس، في عري، في عطش، يؤمر المسيح بجوع إنسان، دي اسمها آلام المسيح. ربنا أمر لك بالجوع، أمر لك بالعطش، أمر لك بالغربة، ما عندكش إقامة. بولس قال ليس لنا إقامة، ده أمر من الله لبولس وغير بولس. نكمل شوية بقى حاجات تاني، مش بس كده: عريانا فكسوتموني، يبقى هنا أمر المسيح للإنسان بإيه؟ بالعري. مريضا بالمرض فزرتموني، محبوسا سجن فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين: يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلته. فالرب في خطته بيدي الضيقة ويجيب علاج الضيقة، ويتأمل من يصبر في الضيق، من يثق في الله في الضيق، من يدرك أن هذه اسمها آلام المسيح. في حاجة اسمها آلام المسيح، في حاجة اسمها آلام إيه؟ الزمان الحاضر، دي غير دي. آلام المسيح دي لما الرب يؤمر لك بآلام. آلام الزمان الحاضر تشمل كذا نوع الحقيقة، منها برضو الرب يؤمر لك بآلام، لكن منها آلام أنت جايبها لنفسك، أو حصاد زراعة أنت زرعتها،
آلام الزمان الحاضر فيها كذا نوع من الآلام مع بعض، منها حاجات ربنا يجيبها. آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. إيه المجد العتيد ده؟ ده جاي من احتمالك لآلام المسيح وتصديقك لآلام المسيح واستجابتك له إنها آلام المسيح. في كمالة المثل يقول للذين على اليسار، الملك الذين على اليسار، اذهبوا عني يا ملاعين. ايه ده؟ ده كلمة ضخمة جدا غير الأولانية خالص. يا مبارك أبي تعال، يا مبارك يا ابرثوا الملكوت المعد لكم. هنا اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأب... ايه ده؟ ايه كل ده؟ فقال لهم لأني جعت نفس الألام فلم تطعموني، عطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تبوني، وهكذا. يعني المسيح اتألم في الأخ الفلاني وانت ما اهتمتش، ما رحتش، ما ساعدتوش، ما زرتوش. تعال إلى النار الأبدية لأنه أنكم لم تفعلوا بأحد إخواتي هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا. فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي اللي هم ما اهتموش دول بآلام المسيح، التانيين إلى حياة أبدية لأن في قلبهم حب الرب واستجابوا لنداء الرب وأكملوا مشيئة الله. الآية موضوع تأملنا زي ما شفنا وهنرجع لها تاني في كورنثوس الثانية أصحاح واحد، يقول كده في عدد 5: لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا. طب أنا لما ربنا يأمر لي بمرض أشعر دي آلام المسيح؟ آلام المسيح إحنا فاهمينها وفاهم مش غلط بس مش كامل، اللي هي الآلام لأجل المسيح زي بولس مثلا. بولس الراجل كان بيتجلد لأجل المسيح، دي آلام المسيح. آلام المسيح تعني طبعا الآلام لأجل المسيح، لكن آلام المسيح أيضا تعني الآلام التي يعطيها الرب لنا تلقائيا بحسب خطته الموضوعة لكل إنسان فينا. المسيح في العالم سيكون لكم إيه؟ المسيح يكذب ولا ما يكذبش؟ مستحيل يكذب. يبقى في العالم هيكون لنا إيه؟ كلنا ضيق، هنتضايق. مين فينا مش متضايق؟ آلام المسيح، المرض، السجن، التعب، الجوع، العطش، العري. عيناي نحو الرب في كل وقت، في الخير، في الشكر، في السلام، في كل حاجة. لكن في الضيق تبقى أكثر. عيناي نحو الرب، عينينا ليك يا رب، عيني نحوك يا رب، ما فيش غيرك يا رب. بحسب هذا المفهوم مين فينا يقدر يكمل يقول لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا؟ ما افتكرش كثير يقولوا كده. أنا شخصيا هتردد كثير قبل ما أقولها لأن جايز أطلع كذاب، لكن بولس قالها. مع أن الآلام اللي عند بولس دي لا تقاس بآلام أي حد غلبان زي ولا حاجة. فين آلام بولس؟ أنا ولا حد جلدني في حياتي، لكن هو قالها. قالها ليه؟ خبرة، خبرة مع الرب، خبرة. أتمنى أن أقولها بس الواحد خايف يقول. كما تكثر آلام المسيح اللي احنا قلنا منها العطش ومنها الجوع ومنها المرض ومنها السجن، كما تكثر، تكثر. أيوة، يقول لك ما فيش مرة يا أخي إلا التعزية كانت فائضة. كما تكثر آلام المسيح فينا، المسيح من جوايا، كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا. ده ايه العز ده؟ ايه العز ده؟ لك المجد يا رب. نكمل تأملاتنا في الشاهد الثاني اللي طلعناه، اللي هو فين؟ اللي هو سفر أعمال الرسل، لما الرب ظهر لشاول. مناقشة جميلة 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 جميلة. ظهر في ذهابه، ذهاب شاول، حرس أنه اقترب إلى دمشق، أعمال 9.
فبغتة أبرق حوله نور من السماء فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول. نده له باسمه مرتين: لماذا تضطهدني؟ تفتكروا شاول لما قال له شاول شاول؟ طبعا معروف ان ده ربنا صوت من السماء، نور من السماء، صوت من زي مين بيتكلم؟ ربنا اللي بيتكلم. كان شاول متوقع ايه؟ تفتكروا كان متوقع يسمع ايه من ربنا؟ شاول شاول ايها التلميذ العظيم. ليه؟ لانه هو ده بحت المسيحيين بهدلهم، ده هو القائد الاعلى لكسر هذه البدعه الهرطوقيه التي تدعى المسيحيه. ففوجئ ان شاول شاول ايوه منتظر يسمع حاجه كلمه حلوه. فقال له: لماذا تضطهدني؟ اضطهدك؟ اضطهدك انت مين؟ يعني انا فاكر واحد اسمه استفانوس، انا كنت حارث ثياب الذين قتلوه، انا ما رجمتوش بس كنت حارث ثياب الذين قتلوه، وفاكر ناس كثيره قدتهم الى السجن، اضطرتهم الى التجديف. انا فاكر كده، انت مين من دول؟ انت مين؟ انت فوق، انت ربنا. فقال: من انت يا سيد؟ فوجئ بالعبارة الثانية. إيه العبارة الثانية؟ أنا يسوع الذي أنت تضطهده. نلاحظ أن الرب ما قالوش أنا الرب يسوع، هو اللي بولس قالها، مكتوب هنا فقال الرب، لكن ما قالهاش الكلمة دي، بس ده الروح القدس بيقول فقال الرب. أنا ده اللي قاله المسيح بقى، أنا يسوع الذي أنت تضطهده. قالها له كأن يسوع ده اللي انت عارفه، ده معلوماتك عنه كده. فزهل شاول، يسوع طلع ربنا، طلعوا كل دول صح وانا اللي غلطان. فقال، كمل كلامه، صعب عليك ان ترفس منخس. فقال وهو مرتعد، اتحير جدا شاول: يا رب، ايه ده؟ المفهوم كله اتغير عنده. ماذا تريد ان افعل؟ قال له: قول اصلح الغلط ده كله ايه؟ طب هنا بيقول له: انا يسوع الذي انت ايه؟ تضطهد. شاول ما شافش يسوع، اضطهدوا كيف؟ طبعا كلكم عارفين، اضطهدوا في عياله، اضطهدوا في كنيسته. وده النوع الثاني من الآلام المسيحي، كما تكثر آلام المسيح فينا. النوع الثاني اللي هو انه مش قادر يضطهد الرب، يضطهدك انت. مش قادر يشتم الرب، يشتمك انت. ليه؟ لانك انت ممثل الرب. هنا دي اسمها آلام المسيح، حينما يتألم الانسان فينا من اخرين لاجل اسم الرب. الجرايه الثالثه الحقيقه في كورنثوس الثانيه واصحاح 4 فيها تأمل جميل قوي قوي وخاص جدا. في عدد 10 بيقول ايه؟ حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. نفس الآية دي قالها المسيح في الأناجيل: من لا يحمل صليبه ويتبعني فإيه؟ فلا يستحقني. ايه علاقة الآية دي بالآية دي؟ نفسها بالظبط. الصليب ده عملوا ايه فيه في المسيح؟ لما المسيح خرج حامل صليب وبعدين شايلوه السمعان، الصليب ده عملوا ايه فيه هو والمسيح؟
جابوا المسيح وعملوا ايه؟ صلبوه على الصليب. نفس الصليب ده اللي شاله المسيح هو اللي اتصلب عليه. طب والصليب اللي انا اشيله ورا المسيح ده ايه وظيفه الصليب ده؟ وظيفته لازم اصلب عليه الجسد مع الاهواء والشهوات، لازم وابقى شايله على طول. شايله على طول ليه؟ انا هتصلب كم مره؟ هتتصلب طول مده عمرك وطول لحظات عمرك وطول ساعات عمرك وطول ثواني عمرك. كيف يعني؟ لان الشيطان شغال معاك طول ما انت عايش، شغال معانا قبلك. الشيطان يوز في ودنك ويكبر امور في دماغك، دي اللي احنا قلنا عليها قبل كده اللي هي ايه؟ إماتة الجسد. هنا دي إماتة الجسد. وألام المسيح فيك إنك تتألم الألم اللي هو تألمه بتقديم جسده كفارة عنه. إحنا بنقدم جسدنا أمانة للرب. كن أمينا إلى الموت، لما تموت خالص في المسيح فتأخذ أو تنال إكليل الحياة. فالمؤمن مطالب إنه يصلب في كل يوم الجسد مع الأهواء والشهوات. فالنقطة المهمة جدا في آلام المسيح، الآلام دي ينبغي أننا بالروح نميت أعمال مش سهلة، لكنها تحتاج إلى أمانة ومحبة للرب على أعلى درجة. اسمع الكلمتين دول، بيقول ايه هنا في رسالة بولس الرسول الثانية اصحاح 4:10: حاملين في الجسد، في الجسد ده كل حين إماتة الرب يسوع. يعني ايه يا جسد؟ انت موت، انت بتتكلم ليه يا إرادة؟ انت بتقول انا عايزة كده ليه؟ ما انت متي يا فكر، انت بتفكر التفكير ده ازاي؟ ما انت ميت. مش أنا قلت من زمان في اختباري مع المسيح صلبت فاحية، لا أنا بل المسيح يحيى فيا. أسكت أسكت يا مخي، أسكت يا قلبي، أسكت يا أرادتي، أسكت يا أعضائي. حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع، وحتجد الثمر فوري. كمالة الآية إيه؟ لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. بس حسب من التجليد، حسب من التجليد. إيه التجليد ده؟ حسب من النفخة الكذابة بتاعة الشيطان ينفخك. الشيطان أصل عنده منفخ اسمه منفخ روحي، ينفخ الشخص يتصور نفسه أنه أعظم واحد في الدنيا، وهو يمكن لسه يعني على جده خالص مع رب، ويتنفخ فعلا ويقع. طب امال ايه الاحساس اللي يجي لي الحقيقي؟ اشعر ان انا اصغر واحد في الدنيا، اصغر انسان في الدنيا، ما استاهلش حاجه خالص، واشعر بنعمه الله عليا. ايه العز اللي انا فيه ده؟ ايه النعمه اللي انت مدياني يا رب؟ دي ايه دي؟ اسمها حياه يسوع في جسدنا. لما إماتة الجسد تحصل، حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. إذا كان اللي هيظهر حياة يسوع، اللي هتظهر حياة يسوع، يبقى أنا فين؟ أنا ميت مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في. يكملها بولس في العدد اللي بعديها: لأننا نحن الأحياء، اللي هو منهم بولس، اللي هم الناس المؤمنين الأحياء، اللي هو إحنا منهم كلنا الوقت في هذا الزمن. بولس خلاص سافر فوق الأبدية وخد مكانه، منتظر مكانه الأبدي، وإن كان المكان معد لي من دلوقتي. لأننا نحن الأحياء، اللي هم لسه أحياء من المؤمنين، نسلم دائما للموت من أجل يسوع. لو متنا يسوع يظهر فينا، لو جسدنا ظهر المسيح يمشي يجري، ما يقدرش يقابل مع الجسد، الجسد لا يفيد شيئا. لو الأخ فلان عايز يظهر ما ينفعش، غلط. الرب يتمجد. يا انت هتفرح جدا، وان شاء الله اكون انا معاك برضو في المجد ربنا ده، والرب يفرح جدا.
لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. ما كفهوش بولس التفسير لغايه هنا، كمل فيها تاني لأن حتة صعب. كمل قال إيه؟ إذن الموت يعمل فينا. أنت ميت النهاردة أكتر ولا امبارح؟ مفروض النهاردة، كل يوم تموت أكتر. بعد الشهر أموت إزاي؟ لا ده مش بعد الشهر، ده كل الخير أن بالروح نميت أعمال الجسد. إذن الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم. فيكم في الثمر اللي ربنا بيجيبه. ما الثمر دي كيف؟ فاكرين المسيح قال ايه؟ إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فتبقى وحدها. الإنسان الجسد مكلكع في نفسه، ولا إيد ورا ولا إيد قدام ولا حاجة خالص، مع أنه فاكر نفسه هو غازي الدنيا كلها. غلط. الإنسان الروحي بالروح يميت أعمال الجسد. الموت يعمل فينا، الحياة تعمل فيكم. فإذ لنا روح الإيمان عين حسن مكتوب آمنت لذلك تكلمت. هو ده الإيمان الحقيقي، أن الجسد يموت والروح تسيطر على الجسد. ده اسمه إنسان روحي، إنسان روحي. فضلنا القراية الأخيرة وبعدين نختم بموضوعنا نفسه. إيه القراية الأخيرة دي؟ القراية الأخيرة في كولوسي. كولوسي 1، وده عدد من الأعداد الصعبة شوية في الكتاب المقدس، لكن تفسيرها يعني مش بهذه الصعوبة. يعني عدد 24، الذي الآن. إيه الآن دي؟ يعني هو بيتكلم عن خدمة الإنجيل. العدد اللي قبليه عشان نفهم الذي الآن دي إيه؟ يقول إن ثبتتم على الإيمان متأسسين وراسخين وغير منتقلين عن رجاء الإنجيل الذي سمعتموه المكروز به في كل الخليقة لتحت السماء، الذي صرت أنا بولس خادما له. ده العدد اللي قبليه. الذي الآن بيتكلم عن الإنجيل، أفرح في آلامي لأجلكم. أول بركة دي. هل اختبرنا الفرح في الآلام؟ إن ما كنتش اختبرت الفرح في الآلام عندك يعني إيه يقولها بالأمريكاني you are missing a lot. أنا مش بكلم you يعني you، وأنا آية أنا أكتر، يعني أنا فاقد حاجة كبيرة جدا في حياتي، فاقد حاجة كبيرة جدا. لأن الآلام الحقيقة بتشكل يعني اهتمام كبير في الحياة. الأوقات الطيبة اللي تمر علينا، الأوقات السهلة ما بنشعرش بيها كثير، الآلام بنشعر بيها، بتكون آلاء يعني ظروف مميزة كده لحياتنا. فإن كنت في هذه الظروف المميزة لحياتك لا تشعر بالفرح فيها، تبقى أنت خسرت يعني كثير في حياتك، خسرت كثير. الذي الآن أفرح في آلامي لأجلكم وأكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة. إيه الآية الغريبة دي؟ في حاجة اسمها نقائص شدائد المسيح؟ أيوة، ما الروح القدس قالها لي، سر ربنا قاله لي، قال لي أنا سايب جزء من الآلام للمؤمنين يشاركوني فيه. مش الآلام الخلاصية طبعا، خلاصية نهلك كلنا، لا، لكن آلام الرعاية، آلام الاهتمام بالمؤمنين، آلام الاهتمام بعمل الله، آلام التثقل بعمل الله. عندنا الآلام دي ولا ما عندناش؟ هي كل آلامنا، ما عنديش فلوس، عندي مرض، عيني وجعاني، يا أخي ده كل دي بركة دي. إيه؟ ربنا هو اللي خلق عينيك، هو الشافي لعينيك، أنا الرب شافيه، هو اللي بيشفي، هو اللي بيدي نعمة من كل وجه. هنا بولس يقول لك لا، دي الآلام دي ليها بركة كبيرة، كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا. الذي الآن، كررها وبعدين نختم بقى بالشعار بتاعنا، الذي الآن أفرح في آلامي لأجلكم وأكمل نقائص شدائد المسيح في جسمي لأجل جسده الذي هو الكنيسة. يا سلام يا أخي، عفارم عليك يا رجل طيب أنت.
انت بتقبل من الرب رسائل عجيبة كده وبتفسرها لنا وتخلي النظام بتاعنا الاجتماعي يتقلب كله لأصلا على العقل. أيوة افرحوا في الآلام يا إخوة، افرحوا في الآلام، لأن آلام الزمان الحاضر لا تقاس المجد العتيد أن يستعلن فينا، خصوصا لما تكون بقى آلام المسيح مش تجيبها لنفسك، تجيبها لنفسك برضو كويس هتكافئ عليه، بس آلام المسيح دي يا عز كبير، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هذا الأصغر فبي فعلتم، تعالوا يا مبارك أبي رث الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. الألام اللي بنحملها في داخلنا لكي نصلب الجسد مع الأهواء والشهوات، الألام اللي بنحس إحنا بنشارك ربنا بيها، شركة شركة، أما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. يا سلام، لك المجد يا رب، لك المجد يا رب، لأنه عدد 5 من كورنثوس الثانية الأصحاح الأول موضوع خدمتنا، الآية بتقول إيه؟ لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا. كترها يا رب، ما نقدرش نقول كده، ما تقولش، بس لما تكثر من واحدة ما تتزمرش، لو كترها لك ربنا حلو، بلاش تقول، لأن قال لا تدخلني في تجربة، بلاش تقول، ما تقولش كترها، لكن لما تكتر ما تقعدش تصرخ، عيب، ما يصحش، لأنه كما تكثر آلام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا، وناخد كل البركات ونبارك غيرنا ونشجع غيرنا ونتبادل الحب ونتبادل الصلاة ونتبادل الشركة، والجسد كله ينمو مش يتقطع، الجسد كله ينمو نموا واحدا من الله. الرب هو راس الجسد، سيب ربنا يكلمك انت عايز منك ايه، كلمني انا عايز مني، هنلاقي النظام ماشي اخر انسجام، لان ربنا قادر ان يجعل الجسد كله ينمو نموا واحدا من الله. ولإلهنا كل المجد إلى الأبد، آمين آمين.